مصر جاهزه لاستقبال لجان التفتيش. انتوا عارفين ان مصر قدمت لطلب استضافه كاس الامم الافريقيه 2019، البطوله هتكون في يونيو اللي جاي ان شاء الله. 9 يناير هيتم الاعلان من خلال اجتماعات اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي في داكار عن الدوله المنظمه، السابق حاليا بين مصر وجنوب افريقيا. مصر بتسعى بكل قوه لاستضافه هذه البطوله. مسؤول الاتحاد المصري لكره القدم عندهم دي بطولات 57 و59 في لقطات ارشيفيه نادره لهذه البطوله التي كان لمصر الدور الكبير والاساسي في تاسيسها واقامتها ورعايتها، ومن ثم الفوز بالارقام القياسيه فيها سواء من حيث مرات التتويج او التطلع للاستضافه في البطوله الصيفيه بقى، لانه كاس الامم كانت استقرت فترات طويله جدا بعد ما كانت بتقام في مارس، في السنوات الزوجيه بقت بتقام في يناير، واذا بالاتحاد الافريقي غير اجندته يلعبها في السنوات الفرديه يعني 2017 2019 2021 وهكذا السنوات الفرديه، ونقلها للمده الزمنيه الصيفيه اللي مواعيد كاس العالم باستمرار الاسبوع الاخير او الاسبوعين الاخيرين من شهر 6 والاسبوعين الاولانيين من شهر 7 يونيو يوليو ميعاد كاس الامم الافريقيه في نسختها الصيفيه الجديده. مصر تتطلع لاستضافتها بقوه وان شاء الله تتمكن من هذا. انا اللي عايز اقوله ان البطوله دي في وجهه نظري اهميتها تكمن انها هتكون المنطلق الذي يعيد الجماهير باذن الله بشكل طبيعي الى الملاعب. وعلينا ان نستعد جميعا لهذا الحدث. لهذا الحدث واولنا الجماهير. أيوة. انها ترجع باذن الله المره دي ما تديش فرصه لحد. دي نقطه التحول بقى. داخلين بقى على ان نخرج منها وجماهيرنا في المدرجات بشكل طبيعي. وقد زالت كثير من اسباب التوتر. خالص. لا بالعكس، هنكون اتعودنا على النظام. هيكون الامن عارف بالظبط السيناريو اللي هيشتغل بالجماهير من خلاله، وجماهير كمان تتعاون في الاستجابه لكل ما يؤمنها هي مش. أيوة. يؤمن الملاعب. ايوه. وهتكون مصر كمان مكتمله القوة الفنيه، كفايه ان احنا عندنا دلوقتي النجم العالمي، نجم ليفربول العالمي الكبير محمد صلاح. وانا الاوان بقى ان احنا يعني احنا وصلنا فاينل البطوله فات، عايزين ناخد دي ان شاء الله. الاتحاد الانجليزي يمكن برأ محمد صلاح من اتهامه بالتمثيل في مباراة فريقه.